إنسان. وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله ثلاث إطلاقات، على أي الإطلاقات يندرج وما يعلم تأويله إلا الله؟ كيف مسخون في العلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل المتشابهات ما يعلمها إلا الله. تأويلها يعني تفسيرها؟ أما تقول أيوة تفسيرها ما يقول إليه أمرها. ما يقول إليه أمرها. السلام عليكم. بارك الله وفيك.